بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه الآيات من سورة النساء، أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه ويصغون لندائه سبحانه وتعالى. ناداهم باسم الإيمان لأن الإيمان يقتضي منهم الاستجابة لله ولرسوله. قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل. وكلمة قوامين صيغة مبالغة، أي أكثروا من القيام بالعدل في أموركم، العدل مع أنفسكم والعدل مع غيركم. فإن المسلم يقول الحق ولو على نفسه كما في الحديث. ثم قال جل وعلا: شهداء لله. أمر سبحانه وتعالى بإقامة الشهادة لله، ومن القسط القيام بالشهادة لله عز وجل. والشهادة هي الإخبار عما يعلمه الإنسان ويتيقنه من حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. والشهادة لها دور كبير في حياة الناس، لأن بها يحكم بالحقوق ويمنع الظلمة من ظلمهم. القوامة بالقسط تحتاج إلى الشهادة الصادقة. وقوله شهداء لله معناه أن الإنسان يؤدي الشهادة، يقصد بذلك وجه الله عز وجل،
والتقرب إليه بالإخبار بما يعلمه من الحق، سواء له أو عليه. يخرج بذلك الشهادة لغير الله، كأن يشهد الإنسان لطمع الدنيا أو لحمية أو لنصرة ظالم، فإن هذه شهادة ليست لله عز وجل، لأنها شهادة زور والعياذ بالله، وهي من كبائر الذنوب. شهادة الزور من كبائر الذنوب، لما يترتب عليها من الأضرار العظيمة. ثم قال جل وعلا: ولو على أنفسكم. فالإنسان ينصف من نفسه، فإذا كان عنده حق فيجب عليه أن يقر به لمن هو له، وأن يوديه لمن هو له. ولو على أنفسكم، فيكون شاهداً شاهداً لله عز وجل ولو على نفسه، فلا يحابي مع نفسه، فلا يشهد عليها ولا يعترف بما عنده من الحقوق. أو الوالدين وهم أقرب الأقارب، فلا تمنعك القرابة من أن تشهد عليها بالحق، إذا علمت عندها حقا لأحد أن تؤدي الشهادة عليها، لأن هذا من مصلحتك ومصلحتها. وأقرب الناس إلى الإنسان والداه، فإذا كان عليهما حق لأحد فإنه يبينه ويشهد به ليخلص والديه وأقاربه من الظلم، ولتؤدى الحقوق إلى أهلها. ثم قال جل وعلا: إن يكن غنيا، أي إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فتجب الشهادة ولا ينظر إلى فقره ويحابى بالشهادة، أو إلى غناه فيشهد من أجل الطمع فيما عنده، وإنما يشهد الإنسان لله، ويتساوى عنده في ذلك الفقير والغني، فلا يكتم الشهادة إذا كانت لفقير احتقارا له أو تقليلا من شأنه، ولا يشهد شهادة زور عند غني طمعا في ماله، لأنه يشهد لله عز وجل ويؤدي الذي عليه. فالله أولى بهما سبحانه وتعالى، وهو ولي الجميع، ولي الأغنياء وولي الفقراء وولي الشهود والمشهود عليهم، فهو وليهم بمعنى أنه أنه وال عليهم، يملك أمورهم ويطلع على خفاياهم، وهذه ولاية الملك والقدرة. وهناك ولاية الحب، ولاية المحبة والقرب. فالله جل وعلا أولى بعباده، فلا تأخذك الشفقة على أحد أن تشهد له لتريد نفعه، فإن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.